نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن كل صغيرة إذا استمريت عليها تصبح كبيرة، والأغاني صغيرة فإذا استمررت عليها أصبحت كبيرة، هل هذا قول صحيح؟ نعم، هذا قاله كثير من العلماء، إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لأنه إذا أصر عليها تساهل بها وصارت كبيرة. ولهذا يقول لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. نعم، الواجب التوبة إلى الله من الصغائر والكبائر. نعم.